اسمك انت؟ ما اسمك؟ اياد. اكتب حرف القاف يا اياد بالحركات الثلاثة. اياد عمره 4 سنوات، فتحة ثم بعد ذلك قاف هنا بالضمة. لا مش قاف، عاود القاف هذه، عاود القاف، عاود القاف هنا. ها ها زين، لا مش من الثم، من هنا هكا غالب. كنت كاتب لاباس عليك، قاعد نصور فيك ولا تي هذاك هكا 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 فتحة فتحة هكذا. ها ها تو أمام أيمن وإياد، أخوه يكتب حرف القاف بالحركات الثلاثة. ضمة ضمة ضمة، عمره 4 سنوات، ثم قاف بالكسرة. ما عادش صعب شيء دوك نعطيه بالكسرة. حرف القاف بالكسرة. شكرا لك يا إياد. ما اسمك أنت؟ إياد. وما اسمك أنت؟ أيمن وإياد، التوأمان أيمن وإياد. أنت إياد؟ أنت ما اسمك أنت؟ إياد. إياد ما كتب حرف القاف بالحركات الثلاثة. شكرا لك يا إياد، وشكرا لك يا أيمن، التوأمان إياد وأيمن.